السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقة كيف تصاوبوا شيكم او الكم ديال العباية او الذي الفستان. طريقة بسيطة وسهلة. كنعبرو هنايا 10 سنتيم وكنكرانيو بالمقص. كنفتحو ديك البلاصة بالمقص 10 سنتيم وكنديرو لها الولي. غنوريكم واحد الطريقة زوينة ان شاء الله في اللي بغيتو تصاوبوا الكم ديال الفستان ولا ديال العباية. طريقة بسيطة وسهلة وكتجي زوينة في الكمام. انا درت لكم هذا الكم هذا ونتمنى الفيديو يعجبكم. وتحياتي لكم جميعا وتابونوا عندنا في القناة باش ان شاء الله ديما يوصلكم الجديد تيفي بالقايد. كنديروا هاد الغلي هكا على واحد وكنمشيو كنخيطوا هكا بشوية علينا. الطريقه ديال هاد الكم كتجي زوينه وبسيطه وكتجي زوينه في اللبسه ديالها. ونتمنى الفيديو يعجبكم وتطبقوه نتوما وتشوفوا الفكره كيفاش كتكون. وهذا هو الهدف ديالنا هنايا، هو نوصل لكم ديما الافكار كيف تصاوبوا تخيطوا كيفاش اي حاجه تتعلق بالخياطه كنوريو لكم الطريقه كيفاش ديروا. من بعد ما درنا لغلي كنجول لكم بحال هكا، هذا هو لكم 10 سنتيم. كنجول ديك 10 سنتيم وكنديروها بحال هكا وكنحطوها على ديك التقطيعه اللي قطعنا في الاول. ديك 10 سنتيم بحال اللي بغيت تقول كنقسموها على جوج وكنحطوها في بلاصه فين كرنينا بالمقص. وكنمشيو كنخيطوا على الحرف، كنمشيو كنخيطوا بهذه الطريقه هكا على الحرف ديال ديك التنيه ديال الغلي اللي درنا. كلشي كتخيط هكا بشويه عليك، ولكن خصك تجيب التنيه هذه تجيبها مطلوقه لان راه باينه منين غتبدا ومنين غتسالي. كنحطوها على داك الكرانه فين ضربنا بالمقص. حنا دابا خيطناها طريقه جد بسيطه ونتمنى الفيديو يعجبكم. دابا هذا هو الكم ديالنا، كنخليوه مفتوح بحال هكا. من بعد ما خيطنا من الحرف كنجيو اللاستيك بحال هكا وكنعبروا القياس ديال اللاستيك. كنعبروا القياس كنخليو غير الفراغ فين غيدخل داك اللاستيك. كنديروا القياس بحال هكا ديال اللاستيك، كنخليو القياس فين يدخل اللاستيك وكنمشيو كنخيطو حدا ديك الخياطه اللي درنا في البدايه. وكنمشيو كنخيطو القياس القياس باش كتحفظو بهذا الزطام ديال الماكينه. كيخليك واحد لي سباس وواحد الخاويه هي باش كتشدي القياس. من بعد ما خيطنا هاد الخياطه هادي خلينا داك الفراغ منين غيدخل لنا لاستيك. طريقه بسيطه وسهله كتجي في الكم ديال الفستان ولا ديال العباية، كتجي زوينه في اللبسه ديالها. دابا هذه الخياطه هي درناها. دابا اش غنديروا؟ غنجيبوا لاستيك، غنجيبوا لاستيك ديالنا وغنعبروه. غنعبروا بحال هكا، نعبروا مثلا 22 سنتيم وكنقطعوها بالمقص. ومن الاحسن عبروا لاستيك بجبدوه على القياس ديالكم باش يعطيكم القياس ديريكت، لان كل واحد كاين اللي كيبغي يدير لكم غير صغير كاين اللي كيبغي يدير لكم كبير. من بعد كنديروا هاد الفنته ولا هاد الخلاله هادي كنديروها بحال هكا، كندخلوها في لاستيك وكنجيو للجهه الثانيه عاوتاني كنديروا نفس الطريقه. كنفتحوا ديك الخلاله عاوتاني كندفعوها بحال هكا باش شدنا، لان هي اللي باش غندخلو داك لاستيك في ديك البلاصه اللي خيطنا. وغتجي قد غتجي تقريبا قد القياس ديال ديك الخياطه اللي خيطنا. كنساعدو بالمقص بحال هكا وكنمشيو كندفعو غير ديك الخلاله هي اللي كتساعدنا. كنمشيو بحال هكا كندفعو لان الخياطه جايه مزيره على القياس ديال لاستيك. كما قلت لكم بحال دابا لاستيك
الا درتي الكوم كبير ولا صغير شويه في الحجم ديالو من الراس ديال الكوم، حاول تشد غير لاستيك وتجروها كتجبدو على قد الكوم ديال الفستان ديالك ولا ديال العبايه ديالك، باش يجيك القياس هو هذاك. كاين اللي كيبغي الحاجه تكون شويه مجموعه، كاين اللي كيبغي الحاجه مفضفضه، كل واحد شنو كيبغي. مسائل ديال لاستيك هذه هي الطريقه، كل واحد وشنو كيدير. كنمشيو كناخد كندفعو داك الخلالة بحال هكا باش كدوزلنا لاستيك. ونتمنى الفيديو يعجبكم والفكرة تاهي تعجبكم. الطريقة كما قلتلكم سهلة وبسيطة، وتحاولوا ما يخرج لاستيك التالي اللي من الجهة التانية، باش ما تبقاش عاوتاني كت حاير غير مع لاستيك كتجر من هنا ومن هنا. بحال دابا هدا كنجرو بحال هكا واحد شوية، كيجي بحال على الطريقة هكا. كنجيو لهاد اللاستيك، هاد اللاستيك هذا كنخيطوه باش ما يهرب مناش. كتخيطوه هكا بديك الخلالة ديالو، لو بغيت تخيطو الخلالة ديالو باش كتحكمو مزيان. وكدير العريض مو الماكينة، كتبقى غادية جاية غادية جاية للأمام للخلف. وكنحيدو ديك الخلالة ديالنا، وكنجيو عاوتاني كنحيدو داك الخلل، عاوتاني كنجيو لنفس الجهة التانية وكنجرو لكم بحال هكا حتى كتوصل الخلالة عاوتاني للراس ديالكم. عاوتاني كنخيطوها، كتبقى الماكينة كتخيط، كدير ديك اريض مولا على اللاستيك باش ما يتجبدش، باش يبقى لاصق في بلاصتو. كنحيدو عاوتاني هاد الخلالة هادي، والكم ديالنا نتوما تشوفوا الشكل ديالو النهائي. بعد ملي كتصاوبوا داك لاستيك، كتقطعوا داك البلاصه هذيك اللي كاين شي خيط ولا شي حاجه، وكتبقى كتقاد بيدك بحال هكا. هادو بالنسبه للناس اللي كيبغيو لاستيك الكم مجموعة من هنا، كدير القياس على يدك. هذا هو الكم ديالنا نتوما، شوف الطريقه ديالو كي غتجي. انا غنلبسو نديرو نخيطو ونلبسو في يدي، وغتشوفوا الطريقه ان شاء الله وتعجبكم. وتحياتي للمغاربة من طنجة القويرة، وتحياتي للجالية المغربية المقيمة في الخارج، وتحياتي لجميع الدول العربية اللي كيشاهدوا تيفي بالغيب. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنخيطو لكم ديالنا بهاد الطريقة. كنمشيو كنخيطو شوية علينا، انا كنوريكم هاد الطريقة باش ان شاء الله الا بغيتو تطبقوها في الملابس ديالكم، باش تجيكم طريقة بسيطة وسهلة. من بعد ما خيطنا لكم، دابا غادي نجيو غادي نقلبو هاد الكوم. ها هو الكوم ديالنا كيجا في لاستيك، وجي داك مفضفض من الراس ديال لاستيك ديال الكوم. كنقلبو الكوم ديالنا بحال هكا، ونتمنى الفكرة تعجبكم. الطريقة بسيطة، طريقة بسيطة. هذا هو لكم ديالنا نتوما، شوفوا الطريقة ديالو كي جا. انا نديرو في يدي بحال هكا. هذا هو لكم ديالنا نتوما، كتشوفوا الطريقة كيف جا، سهلة وبسيطة، كيجي لكم زوين. ونتمنى الفكرة تعجبكم، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم.